يعني مسؤول سابق في الجهاز الموساد قال بالأمس في تصريحات إذاعية أنه كلما طالت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هناك إمكانية لتدهور الأوضاع على الحدود الشمالية، وحاليا إيران ربما هي لا تسيطر على وكلائها وفقا لتسمية المسؤول الإسرائيلي السابق في جهاز الموساد، ويقول بأنه حزب الله حتى الآن هو يحاول العمل وفقا لرؤيته، وربما إيران لا تستطيع السيطرة عليه بشكل كامل أو أن تقول له ادخل في هذه الحرب أم لا. ولكن في الأيام الماضية شاهدنا يعني تقارير أمريكية تحديدا تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت رسائل إلى إيران وحزب الله عبر تركيا ودول أخرى بأنها ستدخل وستهاجم لبنان وحزب الله إذا ما أقدم على فتح هذه الجبهة. لذلك يعتقدون أن البوارج الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط وزيارة الوزير الإسرائيلي الأمريكي بلينكين إلى إسرائيل تزامنا مع كلمة حزب الله يوم الجمعة الماضي كانت في ظل إرسال الرسائل لحزب الله لردعه ولعدم الدخول لهذه الجبهة. ولكن نتحدث حاليا عن قدرات حزب الله ونوايا حزب الله. هناك أيضا من يقول في إسرائيل أنهم ربما إسرائيل قد تبادر إلى ضربة استباقية، صحيح بأنها في هذه الفترة تقول أنها تحافظ على جبهة دفاعية مع لبنان ولا تريد الحرب على جبهتين، ولكن في حال حققت أهدافها وإن حققت أهدافها في قطاع غزة فإنها مطالبة من الإسرائيليين بضرورة القدوم إلى هذه الجبهة وإيجاد حل جذري أمام الخطر الذي يقع على الحدود تحديدا بوجود قوة الرضوان. تقارير كثيرة إسرائيلية في الأيام الماضية تحدثت عن وجود هذه القوة وهي قوة من الوحدات الخاصة لحزب الله على الحدود مباشرة، عن تجهيزات تجري في الجنوب اللبناني، عن تحضيرات في الجنوب اللبناني، عن خشية حقيقية من تدهور الوضع، وعن خوف الإسرائيليين من العودة إلى هذه المناطق إذا لم تجد إسرائيل حلا للأزمة وللخطر الذي يقع خلف هذه الحدود. اليوم صحيفة هآرتس أيضا ذكرت في تقريرها ونقلت عن إسرائيليين يعيشون في هذه المنطقة بأنهم يخشون من حوادث تسلل، وعادوا للحديث عن الخشية من وجود أنفاق على الرغم أن إسرائيل قبل 5 أعوام تقريبا شنت حملة واسعة على جنوب على المناطق الحدودية وأسمتها في حينه درع الشمال، قامت بتفقد غالبية الحدود من أقصى غربها حتى أقصى شرقها وأعلنت عثورها على عدد من هذه الأنفاق وقامت بإغلاق هذه الأنفاق ودعت السفراء من دول العالم إلى رؤية هذه الأنفاق، وفي حينه قالت إسرائيل بأن هذا الخطر قد انتهى ولا يوجد أي نفق من جنوب لبنان إلى الجليل الأعلى. ولكن حاليا وفقا لصحيفة هآرتس المخاوف لدى الإسرائيليين هي جدا مرتفعة بإمكانية وجود أنفاق على الحدود، بإمكانية تكرار 7 أكتوبر، لا سيما وأننا كنا نتحدث منذ الأيام الأولى أحمد للسابع من أكتوبر أن هذا المخطط كانت تعتقد إسرائيل أنه سيأتي من الشمال من الحدود الشمالية في احتلال الجليل وأجزاء من الجليل الأعلى وليس من قطاع غزة، ولكن كان مفاجئا للاستخبارات الإسرائيلية وللأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه جاء من قطاع غزة. لذلك على الرغم من